اللي بيلعبوا 4-5. معايا الكابتن محمد بركات الزئبقي، نجم الرومونتادا وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وهو المسؤول عن المنتخب الأولمبي. كابتن بركات مساء الخير. يا ميدو مساء الفل يا حبيبي. ازيك عامل ايه وحشني؟ والله وانت اكتر، ويعني مش هقول لك بقى منور الدنيا بقى وبتاع، وبنستمتع بيك وقاعد بتفرج عليك يعني حبيبي. ربنا يخليك يا كابتن. كابتن يعني عايز اخدك لملف مهم جدا، هو ملف المنتخب الاولمبي، وانا عارف ان انت بتقوم بمجهود كبير جدا مع هذا الفريق ومع المجموعه دي. لاحظنا في القائمه يعني ان هناك حارسين مرمى فقط في القائمه المستدعاه لمواجهه المغرب في المباراتين، وفي قصه حوالين الموضوع ده، هل ده حقيقه ولا انت شايف ان استدعاء حارسين ده يعتبر شيء طبيعي؟ والله يا بص يا ميدو، يعني انا طبعا يعني عايز اقول لك ان انا يعني اتفاجئت النهارده، مكالمات كتير عندي وناس كتير بتتكلم سواء من هنا او من هنا، والكلام يعني كان واضح من يومين، يا جماعة والله احنا هنسافر في حدود 22 لاعب. وكنت بتكلم مع ميكالي، القرار بتاعك شوف انت فكرتك ايه في الموضوع، 22 لاعب هتسافر ب 20 لاعب وحارسين مرمى، لو عايز تسافر بثلاث حراس مرمى ممكن تسافر ب 19 لاعب وثلاث حراس مرمى. يعني القرار الاول وفي الاخر يعني بتاع ميكالي، وانا ميدو من اول يعني من داي 1 دايما انا صبرت لمستر ميكالي وقراراته هو اللي بياخدها وكل حاجه هو بيعملها، لان عايز اقول لك بكل صراحه مش هلف وادور عليك، الراجل هو اللي هيتحاسب يعني فاهم، يعني الراجل بالنسبه لي هو اللي هيتحاسب. فالراجل قعد النهاردة واجتمع مع الجهاز الفني بتاعه وخدوا قرار ان هو هيسافر بحارسين مرمى بس وهياخد معاه 20 لعيب. فاتفاجئت بعد كده بكلام كلموني قالوا لي في قلق حصل، وكابتن عصام الحضري معترض على الكلام دوت، وكابتن عصام الحضري عايز يسافر بثلاث حراس، ويعني سمعت كلام بدون ما اخش في تفاصيل يعني بص هو كلام ما عجبنيش وما ريحنيش. فيعني اللي حابب اقوله لك يا ميدو ان انا لا انا بكره عندي اجتماع مهم جدا في اتحاد الكوره، وهروح اشوف ايه الموضوع وايه اللي بيحصل وايه الكلام اللي انا بسمعه دوت، علشان اقدر احسب الموضوع، لان انا في الاول وفي الاخر تحت اي بند من البنود انا عندي المدير الفني قراره هو قرار النهائي، واللي بيقول عليه المدير الفني اللي انا جايبه واللي انا بحاسبه هو دوت اللي انا همشي عليه. فلو في اي نوع من انواع القلق او اي حاجه حصلت ما ينفعش انها تحصل او اي كلام اتقال، برضه انا مش عايز اقول لك اي كلام لان انا ايه مش ملم بالموضوع كله، يعني انا مش من النوع اللي هو ايه انا راجل ايه يعني بنفعل، لا انا احب اقعد اسمع من هنا ومن هنا واعرف الدنيا كلها ماشيه ازاي. بس يعني انا هل الكلام المعلومات اللي عندي يا كابتن بركات، والله بعيد عنك خالص، ان كابتن عصام يعني كان منفعل جدا في الكلام، وان هو يعني انا راجل ليا تاريخي وانا المسؤول عن الحته دي مش حدش تاني قرر عنها، وهو ما اغضب الميكالي يعني. طيب خلينا نتفق ميدو ان عصام احنا مش هنختلف على تاريخه، مش هنعترف يعني مش هنختلف خالص، عصام ده ايه بالنسبه لنا طبعا، يعني احنا ما نقدرش خالص نختلف على عصام الحضري. ايه ده عصام الحضري ده حاجه كبيره جدا بالنسبه لمصر كلها طبعا يعني، ولكن في الاخر احنا ايه بالنسبه لنا الشغل شغل يعني فاهم، الشغل شغل. فانا عشان كده انا مش عايز اقول لك اي حاجه غير ما اسمع من كل الاطراف يعني فاهم، انا لازم اسمع من كل الاطراف، انا وصلني كلام معين لازم اتاكد منه بكره، انما ثق ان بكره لا الكلام ده ازعجني جدا اللي انت بتتكلم فيه دلوقتي، لا ازعجني جدا جدا الى ابعد الحدود، ولازم ان هو يعني نشوف له حل.
انت خايف يا كابتن بركات ان 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 يبقى الخلاف ده يتطور ويبقى بيخلق مناخ غير صحي للفريق في المرحله المقبله المهمه جدا. بالظبط يا ميدو, بالظبط بالظبط, وانا ضد الكلام ده تماما. ان يحصل ما زي ما بتقول مناخ غير صحي او كلام, ويبقى فيه قيل وقال, ويبقى في ناس واخده جبهه وناس واخده جبهه تانية والكلام ده, وده كلام انا مش هسمع بيه في المنتخب الاولمبي خالص. صحيح, لان دي علامات خساره, علامات عدم تاهل. انت طبعا عارف اكتر مني ميدو, انت لعبت بره ولعبت في كل الدوريات في كل الدول الخمسه الكبيره, وانا مش هكلمك, انت عارف الكلام ده اكتر مني بكتير, وعارف ان لو الدنيا مش كويسه والناس كلها مش واخده نفس السكه, ده ممكن يسبب مشكله كبيره جدا. صحيح, لازم يبقى في انسجام ما بين الجهاز, لازم. فانا لا, انا بقول لك انا بكره, انا الصبح او الظهر بكره الساعه واحدة انا قاعد مع الناس وهقعد واسمع واشوف ايه اللي بيجرى وايه الموضوع بالظبط, علشان ايه ما الواحد ما ياخدش اي قرارات انفعاليه او تسمع كل الافكار. الكلام اللي انا سمعته النهارده ووصلني والتليفونات اللي جات لي ده موضوع لا مش عاجبني خالص يا ميدو, كبركات مش عاجبني خالص. كابتن بركات, ان شاء الله بكره يعني الموضوع ده هيتحسب. يعني بكره ممكن يبقى في قرار يعني بالتغيير يا كابتن بركات, بتغيير في الجهاز ولا لا؟ ما اقدرش اقول لك تغيير, لا اما الناس تتفق, لا اما لو في اي مشاكل انا مش هسمح يا ميدو, انا بقولها لك اهو من دلوقتي اهو من خلال الريمونتادا, انا بقول لك انا مش هسمح ان يكون في اي نوع من انواع الاختلاف, ولو حسيت بنسبه 1% ان هيبقى في اختلاف ما بين الناس اللي موجوده جوه مش هيحصل الكلام ده. مفهوم يا كابتن, مش مفهوم. هيحصل, وانت فاهمني يا ميدو طبعا. انا فاهم كويس جدا. يعني انت بتحاول ان انت تفرض نظام صارم على الجميع داخل المنتخب الاولمبي, ايمانا منك بان ده هو طريق النجاح الوحيد, واكيد انت شايف وعندك ثقه كبيره جدا في الولاد اللي موجودين والجهاز الفني, وان شاء الله باذن الله الامور بكره تبقى تمام, وانا متاكد 1000000% ان انت في النهايه مش هتاخد اي قرار الا لصالح منتخبنا الاولمبي, لان انت المسؤول الاول والاخير عنه. ده اكيد يا ميدو. بص يا ميدو, احنا يعني بص احنا لما تعاقدنا مع الراجل عايز اقول لك احنا عندنا طمع وطمعانين ان احنا نوصل, واخدنا خطوه خطوه, نطمع ان احنا ايه عدينا سواتيني, عندنا زامبيا هنطمع ان احنا نعدي زامبيا, داخلين على بطوله افريقيا هنطمع ان احنا نطلع الثلاثه او الاربعه حتى لو الرابع, ونعمل تصفيه مع الرابع اسي, انا ما عنديش مشكله. انا بص طمع خطوه بخطوه, احنا بس الله خطوه بخطوه, انما ميدو اي حد هيبوظ لي النظام مهما كان فلان او علان او ترتان, يعني فاهم يعني, انا اي حد هيبوظ لنا النظام ده موضوع مش هيبقى مسموح بيه اطلاقا. واضح يا كابتن محمد. كابتن محمد بركات, عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمسؤول يعني أو المشرف على المنتخب الأولمبي.